أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب في الاختمار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة من الثقات الأثبات، قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هنا عبد الرحمن بن مهدي الثقة الثابت الأمين رواه الجماعة، وحول الإسناد. وحدثنا مسدد بن مسرهد من الثقات رواه أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يحيى، ويحيى هنا وابن سعيد القطان، يعني هنا أتى بالقرينين في رواية واحدة. قال عن سفيان، سفيان هنا الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت من الثقات، من ثقات الكوفة، قال عن وهب، وهب مولى أبي أحمد. ابن حبان ذكره في الثقات، وقد وثقه بعض العلماء. قال عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولعل وهب هو الذي فيه كلام على الجهالة فيه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: لية لا ليتين، يعني لفة لا لفتين، لفة لا لفتين على الإحكام. قال أبو داود: معنى قوله، معنى قوله لية لا ليتين، يقول لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقة أو طاقتين، لفة ولفتين يعني. فندخل أيضا في الباب الثاني، باب في لبس القباطي للنساء من القبط. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح ومن الثقات، قال وأحمد سعيد الهمداني مقرونا به، هو ليس بالقوي لكن أحمد بن عمرو بن الصرح من الثقات. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب، وهو فقيه محدث من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال أخبرنا ابن لهيعة أحسن فيه أحمد بن حنبل، أحسن فيه قولي جدا، ولكن الصحيح أنه مدلس وأنه ضعيف. الصحيح أن ابن لهيعة مدلس وأنه ضعيف. قال عن موسى بن جبير، موسى بن جبير الأنصاري المدني حذاء نزيل مصر، يعني كله مرصع بالمصريين الآن، ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه بعضهم وإن كان فيه بعض الجهالة، أن عبيد الله ابن عباس، هو عباس ابن عبيد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن القطان لا يعرف حاله. عن خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان القرشي كان عالما نحريرا، ذكر ابن حبان في الثقات أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد معاوية عن دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وكان جبريل عليه السلام يأتي على صورته، أنه قال: أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصضعها صدعين، يعني اقطعها نصفين، اصضعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: وأمر أهلك امرأتك أن تجعل تحتها أو تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس، والحديث كما قلنا فيه ضعف. إذن بابان في زي في اللباس، الباب الأول الاختمار، والاختمار كما قلنا واجب على النساء، تغطية شعر المرأة واجب على كل على النساء لعموم قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، وقد بينا ذلك مرارا فيما مررنا عليه في الأسابيع الماضية، وقلنا بأن عائشة امتدحت نساء الأنصار عندما نزلت الآيات، فكنا يصلينا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من غلس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار،
إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هنا دخل النبي على أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه وهي تختمر، وهذه فيها مؤانسة الرجل لزوجه وملاطفة الرجل لزوجه ونصيحة الرجل لزوجه، وهذه من باب قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تختمر فنصحها وأرشدها، وهذه كما قلنا فيها دلالة على حسن الملاطفة وحسن المعاملة مع الأزواج، لا سيما أن النبي كان دأبه مع أزواجه أنه إذا دخل فداعب فكلم فاقترب، وهذا كما قلت للمؤنسة وللإلف، بل وقل للألفة بين القلبين. الغرض المقصود قال لها لي أو ليتين، يعني لا تلفي عمامة على رأسك، لا تلفيه مرة ومرة ثانية كما يفعل الرجال، يكفيك لي أو ليتين. قال يكفيك لي واحدة، لي لا ليتين، يعني كأنه قال هكذا مرة واحدة ثم تحنك بين على تحت الحنك فتختمر هذا الخمار المشهور المعلوم بتغطية الرأس إلى الحنك، ثم ذاك يأتي الجلباب، والجلباب كعباية الرأس كما قلنا في الخليج بأنه يغطي البقية وتغطي الوجه أيضا، ممكن أن يغطى بها الوجه، لذلك قال لي لا ليتين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على اختلاف ثياب الرجال وثياب النساء، وفيها كما قلنا البعد عن قول النبي إن الله لعن المرأة الرجلة، أو قال ليس من المتشبه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء. وأما في الباب الذي بعده فهو في لبس القباطي، والقباطي هو ثوب مصري رقيق كتان من كتان، فهو من القبط، هذا الثوب من القبط. أن النبي جاءه هدية، هذه أثواب قباطي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية الكلبي أعطاه منها قبطية وقال اصدعها صدعين، يعني اقطع قطعتين، فاقطع أحدهما قميصا يبقى لك، وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، وأعطي امرأتك الآخر تختمر به. ففيه أيضا اللبس، لبس الكتان ليس فيه ثمة شيء ما دام ليس من المحرمات فيجوز لبسه، وأيضا الخمار به، وهذه كما قلنا من باب اللباس، وأن الخمار من اللباس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا تقبل من المرأة إلا بذلك، وأيضا لا يجوز المرأة أن ينكشف من شعرها إلا ما جاء الشرع به، وأتى الشرع بإخفاء الشعر كلية. قال اصدع صدعين فاقطع أحدهما قميصا واعطي الآخر امرأتك تختمر به. أنا أريد من هذه الجزئية فقط فائدة مهمة تفيدنا فقهيا في مسألة عزيزة تكلمنا فيها قبل ذلك. قال فاقطع أحدهما قميصا واعطي الآخر امرأتك تختمر به، ماذا تستفيدون من هذه الجزئية بالذات؟ ممتاز ممتاز يا منصور، لفض فوق، هذه فيها دلالة واضحة جدا على ما شاء الله، ممتاز يا سلفي، ممتاز 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 يا أبو الوليد، ممتازين جزاكم الله خير. أولا هذا مهم جدا، ممتاز يا سكينة، ممتاز يا رياض، ما أسعدني، إجابات كلها متوافقة. الصحيح الراجع في هذا الباب هي المسألة المهمة، وهي الزي المشترك بين الرجل والمرأة بأنه جائز ولا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن المرأة الرجلة، أو قال لعن متشبهات من النساء بالرجال ومتشبهين من الرجال بالنساء، لأنه زي مشترك. هو الآن قال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا والآخر أعطيه لمرأتك تجعله خمارا تختمر به، فيها دلالة على أن هناك جواز اللبس في الزي المشترك. وأنا أجر ذلك للقول في البنطال، أن الشيخ ابن عثيمين كان يحرمه تحريما بتا في هذا الباب، والصحيح أن البنطال زي مشترك، البنطال زي مشترك، وكنا ألبسنا السراويل فهو زي مشترك، وهذا الراجح الصحيح. إذن الفوائد المستنبطة، السلام عليكم،
الله بارك فيك. سريعا لا عندي درس فضل. لا ليس له جمع ابدا الا اذا بلغ 71 كيلو. نعم لا لازم يصحيه. قد يأسف لأنه باب الأمر أوف. أحسن عليك. حسن التعاون بين المرأة وزوجها، حسن التعاون بين الزوج وزوجه، قبول الهدية من غير المسلم، لأن هذا ثوب قبطي من مصر، وكانوا أهل كتاب، ما كانوا على الإسلام، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. المبالغة في الستر، وجوب المبالغة في الستر للمرأة، لأنه قال وأمر امرأتك أن ترى تحته ثوبا لا يصفها. لو في أسئلة تفضلوا. ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و...